أهلا بكم أيها الرائعون. طريقة مذهلة ورائعة تمكنك بإذن الله من جذب أهدافك، خاصة إذا كانت نواياك صادقة. قبل نومك بقليل، حاول أن تستشعر الهدف الذي تريد، وأنا أقول أن تستشعره، بمعنى أن تشعر كما لو أنه معك الآن. حاول أن تبحث عن هذا الإحساس عندما يتحقق الهدف الذي تريد. بعدها أطلق نيتك لهذه الليلة، ترى ما هو الخبر الرائع الذي سوف يطرق بابي غدا مع بداية الأسبوع. ترى ما هو الخبر الرائع الذي سوف يطرق بابي غدا مع بداية الأسبوع. حاول أن تنام على هذه الفكرة وأن تكون آخر شيء تفكر به. تدريجيا سوف يبدأ عقلك الباطن بإنشاء الدبدبات اللازمة ليتوافق مع هذا الحدث الذي أصبح نية داخلية في عقلك الآن. حاول أن تشعر دائما بالأشياء التي تريدها كما لو تحققت الآن. أطلق نيتك وانتظر بإذن الله الأخبار الرائعة تطرق بابك في الوقت المحدد. فقط يجب أن تكون نيتك خالصة لله طبعا، وأن تكون متأكدا أن الله سبحانه عز وجل إذا أراد شيئا فإنه يقول كن فيكون. عندما تصل لهذه المرحلة الرائعة من الإيمان، أنت متوافق مع الأحداث الرائعة وسوف تجلبها في الوقت المحدد بإذن الله. بداية أسبوع موفقة، ليلة طيبة. يوسف حسن، في أمان الله.